أقباس من الإمامة، آية التطهير تشمل النساء، الدليل مع الآل. الهرة من أهل البيت، طاهرة سؤرها طاهر. ننتظر جواب التراث الشيعي وعلمائه وكذا المراجع والسيستاني، إضافة لقراءته لكلمتين من القرآن، وأن يكون الجواب بدون تدليس وبلا ترقيع وبعيدا عن البغض والحقد على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. أولا، الإمام علي عليه السلام قال: إن الهرة القطة السنورة من أهل البيت. ثانيا، الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الهرة القطة السنورة من أهل البيت. ثالثا، إن أمير المؤمنين والإمام الصادق عليهما السلام قد حكما بطهارة الهرة وطهارة سؤرها وجواز شرب سؤر الهرة وجواز وصحة التوضؤ به لأنها من أهل البيت. رابعا، فهل أخطأ الأئمة عليهما السلام في نسبة الهرة لأهل البيت لأهل بيت الإنسان حيث قالوا إن الهرة من أهل البيت؟ خامسا، عادة ما يكون للهرة مكان بيت خاص أو أكثر تأوي إليه خارج بيت الإنسان أو داخله، فالبيوت متعددة خاصة مع تعدد الهرر والهررة. سادسا، فهل أخطأ الأئمة عليهما السلام في الخطاب باستخدام صيغة المفرد أهل البيت وليس أهل البيتين أو أهل البيوت؟ سابعا، يا شيعي يا عاقل يا منصف، كن إنسانا وشغل عقلك، أي تبرير للتصحيح هنا؟ فإنه بالأولوية القطعية اليقينية الحتمية يجري في آية التطهير وباقي آيات سورة الأحزاب من الآية 28 إلى الآية 34. ثامنا، في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرة: إنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها. وعنه عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال: إنما هي من أهل البيت. تاسعا، في تهذيب الأحكام عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: سؤر السنور اشرب منه وتوضأ. في التهذيب والوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام: لا بأس بسؤر الهر، وإني لا أستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. المرجع المهندس الصرخي الحسني.